مساءين وصباح الخير للجميع، وبتمنى لكم يا رب يوم حلو ومشرق. درس اليوم حيكون متعلق بالبرونون ريفرنس. اوكي، امبارح انا تكلمت عن الجزء الثاني من البرونونز اللي هو البوسيسيف برونونز. اوكي، وفي فيديوهات سابقة تكلمت ايضا عن انواع متعلقة بالبوسيسيف. سو في درس اليوم حيكون متخصص بالبرونون ريفرنس، سو حنعرف مع بعضنا ايش هو، كيف يتم استخدامه، ايش الهدف من استخدامه، بالإضافة إلى الأمثلة والشرح اللي عليها. Okay, so let's start the lesson. Okay, طبعا أول شيء لازم نعرفه اللي هو what is it، يعني إيش هو أصلا ال pronoun reference هذا. Okay, the pronoun reference it says here it refers to a specific word. Okay, بمعنى ال pronoun هذا يكون لازم متعلق بكلمة واحدة أو كلمة معينة فقط. ما مثلا ما نقدرش نربطوه بكلمات، لا فقط كلمة واحدة حتى يكون لها تأثير. الكلمة هذه ممكن تكون people، ممكن تكون اسماء شخص، اسم شخص، ممكن يكون اسم مكان، او ممكن يكون اسم شيء معين، ولكن لازم يكون متعلق بكلمة واحدة. ليش لازم أو إيش هو السبب؟ السبب لأن if the sentence okay might لأنه مثلا الجملة يعني فيها أكثر من reference، إيش يصير لها؟ might appear unclear. Unclear يعني غير واضحة. Okay, so it says here a sentence might appear unclear if a pronoun refers to more than one word. بمعنى الجملة ممكن تصير غير واضحة المعنى لو إن الـ pronoun reference هذا متعلق بأكثر أو مرتبط بأكثر من كلمة. عشان كده لازم الـ pronoun يكون متعلق أو refers to فقط a specific word، يعني كلمة واحدة فقط. كيف يعني كلمة واحدة أو يعني لازم تكون كلمة واحدة ومش مثلا كلمتين أو أكثر؟ خلونا نشوفوا الـ examples هذينا. اوكي، انا سميت الاكزامبلز لانها confusing. alright confusing examples. طبعا انا سوري نسيت حرف الاس لانها هي تعتبر امثله. اوكي، بس انا كتبتها يعني confusing example كانها يعني مثال واحد. alright so here okay في هذه الامثله حنشوفوا كيف يعني المعنى تبع الامثله هذه ملخبط، كيف يعني ملخبط وايش هو السبب. اول مثال، okay, Mark told James that he wanted to go. Alright, so عندنا هنا Mark told James. كم عندنا شخص؟ عندنا شخصين، Mark و James. بس هنا عندنا pronoun واحد اللي هو he wanted to go. يعني هنا كأنه Mark told James، Mark بلغ James إنه هو حيذهب أو حيروح. طيب المعنى هنا زي ما قلت لكم عندنا اسمين بس عندنا pronoun واحد، لكن بالطريقة هذه لو مثلا يعني أنا مثلا بسمع مارك يتكلم مع جيمس وبيقول له إنه هو حيذهب، فأنا راح أكون مستغربة هو مين اللي حيذهب؟ هل هو مارك ولا هما أصلا يتكلموا عن شخص ثاني ومش حابين يذكروا اسمه؟ فعشان كده يعني تحسوا إنه الجملة يعني فيها شيء غلط أو شيء ملخبط، يعني مش واضحة. okay so ده ليش مش واضحة؟ لأن عندنا هنا اسمين وعندنا هنا pronoun معين أو pronoun واحد. okay أما بالنسبة للمثال الثاني، mom asked my sister if she had her keys. so هنا عندنا شخصين اللي هو عندنا mom وعندنا my sister، وبعدين عندنا her، يعني كأنه مام سألت أختي إذا عندها المفاتيح. طيب من تقصد بهر؟ يعني هر هنا تقصد بها من؟ هل تقصد بها المفاتيح أمي أو مفاتيح أختي نفسها؟ فعشان كده يعني المعنى مش واضح، يعني it's not clear. okay الشيء الآخر، the boy and his father knew that he got into an accident. نفس الشيء، عندنا شخصين الـ boy والـ father knew that he. طيب من هو اللي عمل الحادث؟
هل هو الباط الأب يعني أو الأخ أو مثلا شخص ثاني هم يتكلموا عنه وعمل الحادث، يعني من هو بالضبط اللي عمل الحادث؟ فعشان كده يعني الجمل هذينا تعتبر ملخبطة أو it is not clear، المعنى مش واضح. ليش المعنى مش واضح؟ لأن عندنا اسمين في الجملة، هنا اسمين اسمين واسمين، بس البرونون برونون واحد. لهذا عشان تكون الجملة واضحة المعنى لازم يكون البرونون متعلق بشخص واحد فقط، أو يكون متعلق باسم، يعني باسم مكان واحد، أو يكون متعلق باسم شيء واحد، مش أكثر من شيء، حتى ما يصير في سوء تفاهم، وحتى ما يصير في يعني confusion أو لخبطة في المعنى. أوكي، طبعا هذينا examples اللي هن الواضحات. خلونا نشوف أول example. The principal told Sam not to throw the photographs because they were too important. So هنا عندنا المعنى يقول ان المدير بلغ سام ان يعني ما يرميش الصور. Okay, not to throw يعني ما يرميش الصور. السبب لانه because they were too important. They هنا المين الفوتوغرافز. So شفت المعنى هنا، عندنا photographs، عندنا اسم، وعندنا they. So they هي الـ pronoun reference اللي هو متعلق بالphotographs. Okay؟ لأن زي ما قلت لكم عندنا فقط اسم واحد اللي هو الphotographs، لكن لو مثلا عندنا أكثر من شيء ممكن يكون فيها لخبطة أو المعنى يكون unclear. Okay؟ المثال الثاني، Susie and Dana often sleep late and they often come to class with their eyes barely open. So عندنا هنا سوزي and Dana شخصين، وعندنا هنا their حتى هي متعلقة reference لشخصين أو ممكن لأشخاص. So their هنا مرتبطة بسوزي and Dana. Alright. So هذه هي الربط أو هذا هو الريفرنس بروناون، يعني هو يكون مرتبط بشيء معين، مرتبط بالأشخاص أو مرتبط بالplaces أو مرتبط بالأماكن. يعني بدل ما نذكر اسم الشخص أو أسماء الأشخاص again and again، لا، نستخدمه في أول الجملة وبعدين نستخدمه البروناون كبديل. Okay. المثال الثالث، you must take my advice and register for your classes early. So هنا عندنا your classes. Your classes لها علاقة بمين؟ باليو. بمعنى إن لم يعني الجملة تقول إن أنت لازم تأخذ بنصيحتي وتعمل registration للكلاسز. فهنا لأن نتكلم عنك أنت أو عنك أنت، أوكي، فاليور هنا مرتبطة باليو، مرتبطة بالشخص نفسه. أوكي، سو هذه هي الطريقة. يعني زي ما قلت لكم الدرس هو يعني سهل ولكن محتاج شوية تركيز. التركيز اللي أنتوا لازم يعني تنتبهوا له أو الشيء اللي أنتوا لازم تركزوا عليه اللي هو الناون نفسه، الاسم. الاسم لازم يكون مرتبط ببروناون معين، يعني ما تجيش نكتبه مثلا أكثر من اسم أو أكثر من شيء ونربطهم بسنجولار بروناون، لا غلط. زي مثلا في المثال في الأمثلة هذه اللي قلنا الconfusing أمثلة، عندنا plural nouns بس البرونون يعتبر singular. بالطريقة هذه يعتبر غلط. ليش غلط؟ لأن طالما عندنا أكثر من اسم معناها البرونون لازم يكون plural. إذا عندنا اسم واحد فقط معناها البرونون يكون singular. أوكي، حتى يتم الربط وحتى يسهل على المستمع أو على القارئ فهم العبارة. طبعاً إذا أنتم حابين تستخدموها في الكتابة زي ما قلت لكم، تعرفوا اسم الشخص أو اسم المكان أو اسم الـ object في أول الجملة وبعدين تستخدموا له pronouns.
أوكي، كذلك نفس الشيء في المحادثة، حتى لما أنتم مثلا تتكلموا مع شخص تعرفوا على الشيء اللي أنتم تتكلموا عنه وبعدين تستخدموا البروناون، لكن ما في داعي تستخدموا التكرار أو تكرروا أسماء الأشخاص أو أسماء الأماكن أو أسماء الأشياء اللي أنتم تتكلموا عنها، يعني ما في داعي يتم التكرار. اوكي، لان اذا انتم يعني تكرروا الشيء نفسه فممكن حيكون في ملل في المحادثة او في الكتابة نفسها، فلازم يكون في تغيير، التغيير يكون في طريقة استخدام البروناونز. اوكي، سو هذه هي الاشياء اللي انا حبيتكم تركزوا عليها. بتمنى ان يكون الدرس افادكم، واذا عندكم اي استفسارات سواء كانت متعلقه بدرس اليوم او اذا عندكم درس معين حابيني اشرح لكم او اذا عندكم اي استفسارات ثانيه، فيكم ترسلوني عبر صفحتي على الفيسبوك بيج، اوكي، تبعتوا لي مسج عليها، او ممكن حتى ترسلوني عبر الايميل، او ممكن حتى تكتبوا لي كومنت في اليوتيوب سكشن او كومنت في الفيسبوك او غير ذلك، وانا ان شاء الله برد على استفساراتكم على كل شيء. اوكي، سو بتمنى درس اليوم يكون افادكم واستفدتوا منه يعني ورجعتوا معلوماتكم معه، واذا حسيت انه فعلا افادكم بليز اعملوا له لايك، واذا انتم جداد على القناه ومو مشتركين بقناتي على اليوتيوب بليز اشتركوا فيها حتى يوصلكم الفيديوهات الجايه وما يفوت عليكم اي شيء. ان شاء الله يعني بتمنى لكم يوم حلو، وانا اسفه لو مثلا صوت العصافير ازعجكم او شيء لاني قاعده بسجل الفيديو في الصباح. اوكي، سو بتمنى لكم كل التوفيق ونهاركم حلو، وبشوفكم ان شاء الله في اللسن الجاي. هذا جود داي اند السلام عليكم.